تمام، راح اتصل فيك بس اطلع. شكرا. اوه، شريكي هون كمان؟ ليك، معي تقرير الاعتداء. تهجمت علي بالاول وبعدين افتريت علي. هالشي ما بلي فيك، بس لا تقلق ابدا، فيني اغلبك بايد وحده. بعد ما تنكشف حقيقتك الكل رح يعرفك انك واحد محتال. انسالي هالحكي هذا لانه صار ممل كتير. ما بظن رح احكي معك اكتر من هيك. وانا كمان مو حابب احكي معك كمان. يا ريت لو مرتك الحلوه كانت هون. خلص، ولو اصحك جيب سمرتي على لسانك مره ثانيه. اذا بتريد ارجع لورا. اسمع يا استاذ، والله بموتك. لو سمحت ارجع لورا. رح موتك يا اخي. ما بيصير هيك. انا فرجيك. خلص اذا بتريد. والله لخلص عليك. عم تسمعني؟ انا اللي رح اقتلك. لو سمحت يا استاذ اهدى، ما بيصير هيك. ما حدا رح يهت لغيري يا واطي. بكفي بقى وحاجة. رح اقتلك يا عديم الاخلاق. كمال وقف. شوف، اجت مرتك الحلوه. كمال عم يعمل هيك مشان يستفزك، بده يقلب الطاوله عليك. مو انت من شوي هيك قلت؟ شفت يا حضرة الشرطي؟ كلكن شفتوا مو هيك؟ كان عم يهددني. إذا بيصير لي شي، كمال تارهون هو الوحيد المسؤول عن هالشي. هو ما غلط معك، أنت اللي استفزيته. الشاطر اللي بيعرف يتصرف ست نارين. زوجك عنده عصبية زيادة، وأنت باعتبارك دكتورة بنصحك إنك ترجدي. بشوفك عن قريب أنسة ميسان. بعد عني، بروح لحالي. ست نارين وقفي، برأيي لا تروحي وراه، احتفظي برأيك لحالك. ليش ما ناديتيلي؟ مشي الحال، قلت بحطلها مع الشوربة شوية طحين. أنا طالع. مع السلامة خالي، انتبهي على حالك. الله معك ابني، اطمن لا تاكل همي. بنتي انتي رايحة كمان؟ رح ضل هون لبين ما أعمل لها الشوربة. مع السلامة.
إذا احتاجت تروح على المشفى أو أي شيء خبري. ماشي. بس تخلصي بيجي باخدك. ولما شافت الجاه والمصاري انبهرت كتير، وفوق كل هاد صارت عروس لعائلة تارهون العظيمة. تزوجتك وتركت أحمد الفقير. هي بتحبني إلي وقلبها معي أنا. برجع لحالي. عراحتك. ما شاء الله، الله يحفظكن ويخليكن لبعض بنتي. رح كمل الشرب. سيد ليفان. ست نارين، انت رح تسحب الشكوى ضد كمال. متأكدة من هالحكي؟ ومين رح يجبرني لأعمل هيك؟ انت؟ الحقيقة يلي الكل رح يصير يعرفها عن قريب. شو هي الحقيقة يا ترى؟ صار عندي فضول لأعرفها. كمال ولا مرة بحياته حل مشاكله بالعنف، بياخد إجراءات قانونية. هو ما أذاك أبداً، أنت اللي رحت على الشركة وقوصته. معلش قلك على سر ست نارين، هذا كلياته لعبة. كل اللي شفتيه واللي مرينا فيه هو مجرد لعبة، وفي قاعدة واحدة بهي اللعبة، إنها بلا قوانين، القوي هو دائماً اللي بيفوز. أنت فيك تنام وضميرك مرتاح؟ برأيي خلينا نروح نقعد بشي مكان هادي ولحالنا، وبوعدك إني خبرك كل شي هنيك. ما توقعت منك أبداً يا ست نارين، كان لازم تختاري الطرق القانونية والأخلاقية مثل زوجك السيد كمال. يعني أنت أي حدا بيستفزك بتتجاوزي حدودك وبتعملي معه هيك؟ آه، وعلى فكرة صار عندي علم أنه أنت الخط الأحمر عند السيد كمال. ست نارين اهدي شوي، لا تتدخلي، كل شي رح ينكشف عن قريب ورح تندم على هالشي. الكل رح يعرفك على حقيقتك. رح ننطر ونشوف ست نارين. مو مستاهلة أبداً تزعجي حالك ست نارين. سكتي أنتي، أصلاً أنتي المسؤولة عن كل شي، وبسببك انحطينا بهالمشكلة. يعطيك العافية. الله يعافيك ابني، أهلا وسهلا. أهلين فيك. شكلك مرتاح ووشك منور. أي الحمد لله. البني آدم خلق من هالتراب، والله بيضل عم يختبرنا. تجي لحظة تقلب حياتنا وبتعبنا كتير، مثل هالضربات. هي كتير منيحة للتربة وبتفيدها، وكمان الاختبار منيح للإنسان وبيفيده. كل اختبار إلنا منتعلم منه شيء، المهم إنه نشوف الصح. معك حق عمو حسن. منيح إنك إجيت لهم، أنا كنت رح روح لعندك وأحكي معك. تفضل عم اسمع. قول بيري إجت لعندي. عندي شغلة واحدة بس حابب إني إلك ياها ابني. كتير سهل إنك تكسر قلب حدا، بس كتير صعب إنك تصلحه، مو هيك؟ تعرف إنه أنا ما بكسر قلب أي حدا من دون سبب عمو حسن. هي خبرتك بكل شيء؟ قلب بنتي جول بيري مثل رقبة عصفور الدوري، حساس كتير، كسروا لقلبها، بس لهلأ ما تخلت عن نواياها الطيبة، وهلأ هالموضوع بيرجع لقلك. يا بتحفظ هالقلب أو بتسيل قلبه. حاطت الشاي على الغاز، بيكون صار هلأ. خلينا نشرب كاسة شاي.
ألو، لقيتها؟ أمير هون، جولبيري لا. هي مو كانت مع أمير؟ وين راحت؟ ما بعرف، أنا راجع على القصر. أرجان، هلأ مو وقت ترجع على القصر، لاقي لي إياها بسرعة لهاللعينة. مفكرتيني عرف شي؟ شو بعرفني وين بتكون هلأ؟ كيف بدي لاقيها؟ شوفي أرجان، حدا بده إياك تلاقي شي؟ أخي؟ لا ما في شي، عمتي مليكة بدها بزور خضرة، قالت لي مشان دور، قلت بسأل الحاج حسن. هلأ اترك لي هاي القصة أرجان، لأنه في شي تاني أهم من هاد بدي إياك تساوي هلأ. ماشي يا أخي. هاي أنينة المي تبعها حاطتها هون. شو؟ زعلانة كتير على بنتك؟ اطمني، هذا الشي ما رح يموتها، بس يمكن إيدها هيرشف شوي بس هيك. ستي منور، شوفي ليكي ورداتك زهروا. هاي قنينة مي بنتي نارين. شو هاد يلي واقع على الأرض؟ ست نارين نسيت القنينة هون، أنا شلتها كنت بدي أخذها على المطبخ، ومن دون قصدي وقعت القنينة على الأرض. ليش هذا الدواء؟ هذا دواء من أدوية الست منور. أنا ما بعرف أسماء الأدوية بنتي، بعرفهم من القنينة والعلبة تبعهم، بس هاد أول مرة بشوفه. الدكتور وصف لها إياه بآخر مرة أجا، هذا فيتامينات، يعني دواء متمم. يلا هدول رح حط لك ياهن هون، بتنبصي بس تطلعي فيهم وتشوفيهم. شايفة ست منور؟ زهر ورداتك وأخيرا. هاتي عني، رح حطها بغرفة نارين لحتى ما تدور عليها. يا الله، رح أخسر كمال بسبب ليفانت. قلي لي ميسم، أنت بدك تقلي شو نيتك؟ إني أزعج كمال، أنا ما بحب عيلة تارهون. نحن ما اتفقنا هيك، رح خليك تدفع ثمن عملتك. إذا كان في ثمن بده يندفع عن سي ميسم، فتأكدي إنه نحن اتنين رح ندفعه سوا. عم تهددني هلأ يعني؟ لا لا، بس عم ذكرك انه انا وكمال صرنا شركاء بسببك. بكفي تتصرف على كيفك، هيك رح تخرب كل شي على راسنا. انا لازم شوفك ونحكي ليفانت وفورا. كنتي عم تحكي مع ليفانت؟ قرب موعد السفينة لتمشي، استعجلي. أرجان لحظة شوي. شو صار، لقيتها؟ لا، أمير طلب شغل من الخادم أرجان مرة تانية، شافني من شوي لما كنت عم بحكي معي، صار يسألني، بس أنا حليت ألا تقلقي. ترك لي كل الشغل هلأ أرجان، لاقي لي جولبيري. ما بقدر، بصراحة كتير خايف من أمير،
بدي اعمل يلي قال لي عليه. اذا مضطره تعرفي اتصلي بامير واساليه وين جولبيري. شو قل له؟ قل له نحن بدنا نخطف جولبيري بس ما عم نقدر نلاقيها. يلا سكر هلا. شو عم تعملي هون تولاي؟ انا اجيت لشوف يجيت. لا يجيت معي. عم تدوري على شيء اويا؟ في كتاب كان بحبه يجيت كان اسمه أهلامور، بده ياني اقرا له اياه بس ما عم لاقي. ما بعرف وينه. طلب مني اقرا له هاد الكتاب بالجنينة، قلت له بقرا لك غيره بس ما بده. مو هون كمان. إذا بديك اتصلي بأمير، إذا جولبيري معه هي بتعرف وين الكتاب. جبتي يا رح أسأل جولبيري. مشغول، هلأ برجع باتصل بلا ما أزعجهم. عرفتي ليش بقول عنك إنك ملاك بنتي؟ قوليلي قديش صار لكم متزوجين؟ مو من زمان. مبين من عيونك إنك عشقانتيه كتير، وهو مثلك كمان. يا الله كيف كبيت؟ الناس الطيبين رب العالمين بيبعت لهم ناس قلوبهم طيبة بتشبه قلوبهم، وإنتي وزوجك قلوبكم بتشبه بعض. شكري الله إنه جمعكم مع بعض. ما مشي الحال، رح جيب شقفة وامسحها. اي ناطرة تجاوبيني، يا ترى عن شو بدك تحكي مع هالرجال يلي جابنا على مخفر الشرطة؟ انت فهمتيني غلط ست نارين. لا ما فهمتك غلط، سمعتك. سمعت قلتي له بدي شوفك ونحكي. ايه كنت بدي اطلب منه يسحب الشكوى، عم حاول أعمل أي شيء لأقدر ساعد كمال بيك. ما في داعي، بكفي اللي عملتي إنك دخلتي هالرجال على حياتنا. نارين شوفي كمال. قلت لهم كل شيء وهلأ صار دور الشرطة. أمتى رح تخلص هالقصة؟ وأمتى رح نرتاح من هذا الرجال؟ لا تاكلي هم، أنا حكيت مع المحامين رح يتابعوا بطرق رسمية ورح نقدر نخلص من هالحقير اللي اسمه ليفانت. شكراً أنسة ميسم، عذبتي حالك وإجيتي لهون. ما في عذاب، يلي صار كان غلطي. ما حدا فينا كان بيعرف رح يصير هيك. طيب لكن عن إذنكم هلا. إذنك معك. مع السلامة. لما أنت كنت جوا سمعت ميسم كانت عم تحكي مع ليفانت، وما كان مبين إنه حديث طبيعي. كيف يعني؟ يمكن تكون قريبة منه أكتر ما منعرف، حسيتها كأنها عم تحكي مع موظفة وتعطيه أمل. يمكن حكت بهالطريقة لأنه كانت معصبة مثلنا. ما بعرف، يمكن مشان هيك. ايه أكيد. المهم بتروحي على شط الجمعة؟ بنتي تعبتي حالك معي اليوم، تركيهم من إيدك، لا تخلي زوجك يقلق، ارجعي على بيتك. يلا خلصت. طيب ماشي، يسلموا، الله يحميكي ويوفقك بنتي. شوفي خالتي، كتبت لك رقمي هون، إذا احتجتي أي شيء اتصلي فيني، بيجي فورا. ماشي، الله يحميكي ويسعدك يا بنتي الملاك. وأنتي خالي الله يحميكي. ليكي زوجك ما قدر يتحمل رجع لياخدك. أخي أمير بعت هالغراض، وين حطهم؟ اتركنهم. تمام.
خالتي؟ ليش عم تبكي هلا؟ لأنكم خجلتوني بكرمكم. ألف الحمد لله إنه الله ما قطعني وبعت لي ناس طيبين مثلكم يا بنتي. ماشي خلص إيه. وين لهلأ هالحية ما رجعت؟ وين لهلأ؟ إذا مو جايب لي أخبار منيحة سكر فورا. ما فيك تعملي شي بلا أخوك. لقيتها. لقيتها؟ رح أبعتلك الموقع. أرجان وقف، لا تخلي أمير يطلع من بيت العم حسن. ماشي، رح قله لا تطلع. مو وقت مسخرتك هلأ، ساوي اللي بدك تساويه، بس المهم ما تخليه يروح لعند قول بيري أبدا. شو بدي ساوي؟ ما بعرف، لاقي لك شي طريقة. يلا سكر. ألو، وينك أنت؟ عرفت وين هي، رح أبعت لك الموقع وروح لهنيك. عم تسمعني أحمد؟ إيه. يلا روح جيبها، هالمهمة رح تخلص اليوم. الحياة غريبة مو هيك؟ يلي صار معنا اليوم وكيف افترى علي. اليوم اتهمت بإني تهجمت على حدا. رح تنحل، مو دائما بتقلي ما في مشكلة وما لحل؟ رح نقدر نتجاوزها. بعرف رح تنحل، بس بلكي ما قدرت اثبت هالشي، بلكي ربح هو وفتت على السجن. ما رح يصير هالشي. حاسس بشعور غريب بحياتي كلها ما حسيت فيه. الشيء اللي صار معي اليوم كتير وجعني. بعرف انت اكتر شخص حنون قابلته بكل حياتي. انت ما فيك حتى تأذي نملة، دائما بشوفك بقلبي وبحس فيك لانك دائما بقلبي. انت حنون وصاحب ضمير ورح تضل هيك دائما. نرجع البيت بلا ما نتأخر على أمك أكتر. ماشي. جنيت شي فهمني. ما اتفقنا انك تأذي كمان، ليش هيك عملت؟ ليش مو منيح؟ انا جننت كمان. وهذا الشي بشو بيفيدنا؟ انت لازم تعمل بس الشي اللي بقلك عليه. لا تعصبي كتير انسي ميسم، انا عندي شغل مع كمال تارهون وبدي كمله، انت لا تتدخلي ابدا. اصحك اصحك تغلط هيك مرة تانية، واذا بتعيدها شو رح تعملي؟ لا تنسي انه انت كمان غلطتي. أنا ما بنسى أي شيء أبداً، بس أنت نسيت إنه كمال تارهون بيعمل يلي بيقوله وما بتراجع عنه. كمال تارهون ما في يعمل شيء أنسى ميسم، أنا خططت لكل شيء. وبعدين هاي المرحلة الأولى من اللعبة، ولما تكتمل كل المراحل رح أربح اللعبة بالأخير، تأكدي. عندي فكرة أحسن من هاي، منلعب آخر مرحلة وبلا ما نتعب وأنت بتفوز بالأخير. حلو، قولي لي شو هي؟ تحمست كتير.
صب لك لسه شاي ابني؟ بتكون خلصت هلا، خليني روح جيبها. رايح تجيب جول بيري ابني؟ شوفك عمو حسن. الو، امير اسفة عم ازعجك، بس بعتوا ملف من الشركة، ايمت رح تجي؟ رح جيب جولبيري واجي، ما رح اتأخر. بس بظن لازم تجي وتوقعوا بسرعة. ماشي، قلتلك جاي، بوقعهم بس اجي. يلعن هالحظ، أمير راح لهنيك قبل أحمد وهيك كل خطتي رح تفشل. وينك أنت؟ بسرعة قلي. رح أوصل لعندها. شوفي، وأمير راح لهنيك كمان، لازم توصل لعندها قبله وإلا كل خطتنا رح تفشل. ماشي، رح حاول لحق. ما بدي إياك تحاول، بدي إياك تلحق. إذا ضيعنا هالفرصة كمان ما رح أخلص منها أبداً. إجيتوا؟ شو صار معكم؟ شو طلع؟ شغلة بسيطة، ما في شيء مهم، واحد من شركائي افترى علي، لا تاكلي هم. رح تنكشف الحقيقة، انتو لا تقلقوا. كيفك مارت؟ شكلك مزعوج. لا منيح. تمام، رح فوت شوف امي. وانا رح حضر شي تاكلوا، اكيد بتكونوا جوعاني. نارين معها حق مارت، شكلك مزعوج كتير، اللي شوفي. لابتوبي انسرق لما كنت عم حمل تسجيل الكاميرات، لهيك مزعوج. اكيد يلي عمل هيك أخده مشان ما تشوف تسجيلات الكاميرا، مو هيك؟ وأنا هيك قلت كمان، بس اللابتوب انسرق بالكافيتيريا، كانت سرقة عادية، بس أنا ما رح استسلم، عم دور ببرنامج التتبع. خبرني شو بيصير. هذا المحامي. أمك تغدت وأخذت الدواء وهوينا للغرفة كمان، يعني كل شيء تمام. يسلموا إيديكي، عزبتك اليوم كتير، شكرا. العفو، هذا واجبي. شفتي كيف زهروا هالوردات أمي؟ أنتي بتحلي كل شيء بتلمسيه بإيديكي. هدول الإيدين شو ما لمسوا بيعالجوا. خليني أجيب مي وأسقيهم، يمكن ما بعرف اهتم بالورد مثل الست منور، بس يعني بفهم شوي فيهم. كان عندي مكالمة جماعية مع المحامين، رح نشتري حصة ليفانت وننهي الشراكة، لهيك مضطر روح على الاجتماع بأسرع وقت. لا لا تروح أنت، خلي المحامين هن اللي يحكوا. نارين، ما حدا غيري بيقدر يقنع هالرجال. أنت بتعرف أنه نيته مو المصاري، ما بظن رح يبيع حصته، أكيد رح يزعجك. أنا لازم أنهي هالشي بشكل نهائي حتى ما يرجع يسبب لنا مشاكل، ما بدي أي علاقة مع هالنوع من الرجال.
تمام، بس وعدني إنك ما تتوتر وتعصب. لا تاكلي هم. أنسة ميسم، ما خبرتك جاي، لا تواخذني. بصراحة في موضوع كتير مهم لازم أحكي مع كمال بيك. كمال كان طالع هلأ، يا ريت اتصلتي. فينا نحكي بعدين أنسة ميسم، لازم هلأ أروح شوف ليفان ضروري، بدي ننهي هاي الشراكة ونرتاح. ما في داعي تعمل هالشي. كيف يعني؟ فكرت كتير بيلي حكينا اليوم ستناري، معك حق تتضايقني. أنا يلي دخلت ليفانت على حياتكم وبسبب يعملكن مشاكل، بس صار يلي صار، وهلأ بدي إياكم تتأكدوا أني رح صلح كل شيء. لهيك ما في داعي تتعامل مع هالواطي ليفانت بعد هلأ. أنا شريكتك لجي. ليش عذبتي حالك خالتي؟ ما كان في داعي. انت يلي عذبتي حالك معي بنتي، بتشكرك على كل شيء. خدي هدول كليون المساء انت وزوجك. يسلموا ايديك، بكره رح ارجع ازورك. الله يبارك فيكي انت وزوجك كمان يا بنتي الملهاك، والله يحط بدربكم الناس الطيبه يلي مثلكم يا رب. امين. شكرا بنتي، شكرا. Thank you.
الله يلعنكن. إذا خلصتي امشي. ابني انت اجيت؟ تفضل فوت خليني شربك قهوة. والله مبسوطة فيكن كتير وبعدين عزبت حالك معي. يلا ابني فوت ما بدها تفكير كتير. ما رح خليك تروح قبل ما نشرب القهوة سوا. ما بكفي العذاب يلي تعذبته. امشي. العامة راحت علينا السفينة على الفاضي. ايه شو رح ضل مادة ايدي؟ يعني اخدتي حصة ليفانت انسي ميسم؟ هيك قصدك؟ بصراحة أنسي ميسم ما كان في داعي تعملي هالشي. يا ريت ما ورطتي حالك بهي القصة. أنا ياما مرق على رأس كتير ناس مثل ليفانت ورح يمرق كتير. معك حق بهالشي بس أنا ما رح كون مرتاحة. حسيت إنه لازم أعمل هيك. ومع هيك يا ريتك خبرتينا بالأول قبل ما تخطي هيك خطوة كان أحسن. صدقيني ما كان عندي وقت أبداً لفكر أكتر. لما شفت فرصة مثل هاي حبيت إني استغلها بسرعة مشان صلح غلطي. أنسى ميسم، أنا ما بقبل إنك تتحملي مسؤولية كبيرة مثل هاي كرمالنا. صح عملت هيك كرمالك كمال بيك، بس بالأخير أنا كمان سيدة أعمال وما رح أخطي خطوة بتجيب لي مشاكل مثل ما أنا كنت مفكر. الشغل رح يكون مربح للطرفين. لا تاكلها. بما انه هلا صرنا شراكه انا وكمال بيك رح صير شوفك كثير ست ناري. مبسوطه كثير لانه المشكله انحلت بهي الطريقه.